لازم نتكلم في اعرف فرنسا تعرف في بلجيكا وكلهم بلدين قاعدين دلوقتي. طبعا احنا شايفين حلو ايه قدام العالم الاوروبي والعالم العربي. هنعمل ايه بقى عشان خاطر يطلع شكلنا حلو؟ حاجه وهناخد بوينت 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 دي وعايزين الناس بس ايه محدش يفصل في النص. ليه بقى؟ تخيل نفسك بتفصل مش الناس اللي قاعده بس، انت بتفصل العالم العربي كله وقاعد بيتفرج الناس اللي في المنازل وتشاهدنا. وعايزين بلادي كده انا عشان بلادي تجيب اعلان مش هينفع ان احنا ايه نبقى فيها خدوا هيك يعني حاليش بس كل توبك هياخدوا سبوره كامله تديني فاضي اخلص التوبك كامل في هدوء وسكينه ثم نبدا ناخد الاسئله. هو بصراحه انا مش عارف يعني القصه دي احد ما خليها تمشي دايما في الكورسات اللي هي نفسي مره كرسي يمشي كده. فانا عايز فرصه ان احنا نستغل موضوع الكنديدات ده عشان نعمل كده. الثلاثة سوفت وير دول الداتا بتعدي على مرحلة اسمها ترانسفورم
مهم بتعدي بعد كده على مرحله اسمها النتورك، وبعدين الداتا بتعدي على مرحله اسمها الداتا، واخر مرحله قبل ما الداتا تخرج من الجهاز بتاعك الداتا بتعدي على الفيزيكال. خلاصه التشكيل ده يعتبر كل اللاير دي عباره عن محطات بتعدي عليها الداتا. جميع المحطات دي بتتم بعض نفس القواعد الغريبة أو بعض يعني الحالات الشاذة اللي
في بعض الروتين بروتوكول بتستخدم في هي ابلكيشن. يعني في بروتوكول اسمه جي جي بي، البروجرام بتاع ورقه، عشان خاطر البروتوكول ده يشتغل بشكل جيد كان لازم يبقى البروتوكول ده في الابلكيشن. في بقى سبب القصه دي لسه لما نخش شويه اكتر في الابلكيشن. انا هضرب الاسم ان جي جي بي كان محتاج مساعده ثلاث حاجات. كان جي جي بي محتاج حاجه اسمها سيشن ستراتيجي، ومحتاج حاجه اسمها سيشن مانجمنت، ومحتاج حاجه اسمها سيشن تيرمينيشن. فالثلاث حاجات دي كانت مش حتى الا اذا كان الجي جي بي ده ابلكيشن. قالوا معايا الا اذا كان الجي جي بي ده ابلكيشن عشان يتعامل مع حد. في حاجه اسمها سيشن ستراتيجي وسيشن مانجمنت وسيشن تيرمينيشن. مين الحد اللي هيعمل الثلاث حاجات دي؟ هيطلع هو الجي جي بي. يطلع من الجي جي بي عشان خاطر كان يشتغل صح كان محتاج يستعين بالجي جي بي، والجي جي بي عشان يشتغل صح محتاج يستعين بالاي دي، والاي دي هيشتغل صح لازم يبقى حاجه اسمها مثلا استعمال الكترونيك دي. فكان لازم البروجرامر يحط الجي جي بي في الليير دي. الطاقه دي لسه سنه ان شاء الله. قصدي ان تفكير مفاجاه ان ممكن يكون بعض الراوتنج بروتوكولز الناس تفكرها الليير دي تطلع من الراوتنج بروتوكول دي ابلكيشن لاير 7 بروتوكول. يعني الاخر دول كده عباره عن ايه؟ طبعا بروتوكول في نفس الوقت عشان هما بروتوكول دي الابلكيشن لاير اسمهم ابلكيشن. هناخد بروتوكول دي كتير في جوه. هتلاقي بروتوكول مقسوم نصين، مستوى اسمه ابلكيشن ومستوى اسمه بروتوكول. يعني في بروتوكول يتسمى ابلكيشن وفي بروتوكول يتسمى بروتوكول. طب وايه الفرق؟ البروتوكول دي اللي هي في الابلكيشن لاير بنسميها ابلكيشن، والبروتوكول دي اللي مش في الابلكيشن لاير بنسميها بروتوكول دي. ازاي؟ هتوضح برضه القصه حالا في شرحنا. طيب ايه تاني ابلكيشنز اللي بتقول؟ في ابلكيشن اسمها دي ان اس. تعمل الدي ان اس دي انك لما تكتب اسم ويب سايت مضبوط دي دوت بي يساعدك انك تحول اسم الويب سايت لاي تي اس. حاجه اسمها دي اتش تي بي، مع ان دي اتش تي بي المفروض الناس عارفه عنه ان هو بيجيب اي تي او بيوزع اي تي، الناس متخيله ان هو لاير 3 عشان يوزع اي تي، لكن هي الحقيقه الدي اتش تي مش بيوزع بس اي تي. دي اتش تي بي بيوزع لحد 200 معلومه اي بي وماست دي ان اس والجيت واي، ويقدر يوزع معلومات عن حاجه اسمها الاي بي فون كونفيجريشن، يقدر يوزع معلومات عن حاجه اسمها دي اتش تي سيرفر، يقدر يوزع معلومات عن حاجه اسمها الوايرلس لاين كنترولر، فيقدر يوزع معلومات كتير قوي. طالما هو بيعرف يوزع حاجات كتير قوي كان افضل مكان ليه فعلا ان هو يبقى مش هي دي حاجه على ليتد واي بي بس، حاجه ليتد لحاجات اكتر في الابلكيشن. برضه معناها ايه كلمه ابلكيشن توضيح؟ اوضحها ان شاء الله في كلمه الشرح. طيب ايه تاني؟ حاجه زي الريب، سواء كان ريد فيرجن 1 ولا ريد فيرجن 2 ده يعتبر برضه ابلكيشن، بس الحقيقه ريد 1 او ريد 2 كان ابلكيشن عن طريق الخطأ. يعني عن طريق الخطأ؟ يعني البروجرامر اللي اخترع ريد 1 ومنه طبعا طلع بعد كده ريد 2 كان فاهم المبدا ده، كان فاهم ان اي حاجه غير دي سي بي ويو دي بي واي تي غير الثلاثه دول لازم يبقى ابلكيشن، يعني لازم يخترع ابلكيشن. يعني هو كان فاهم كده ان في بروتوكولز اساسيه اي بي دي سي بي يو دي بي، اي حاجه غيرهم كان لازم تبقى اسمها ابلكيشن. دي كانت فعلا معروف معترف بيه زمان ان في حاجات اساسيه غيرهم خليه في الابلكيشن. في يوم ما البروجرامر ده اخترع الريد حط في اخر سطر في البروجرام وقال له لما تخلص شغلك خلي اليو دي بي يستلم منك، واليو دي بي مكتوب لما تخلص شغلك خلي الاي دي فيرجن 4 او الاي دي فيرجن 6 يستلم منك وهكذا. المهم بالنسبه لنا ان في ابلكيشنز كتيره منهم ابلكيشنز ساعات الواحد بيستغربها ان هي بي جي بي راوتنج بروتوكول. راوتنج بروتوكول ممكن يبقى عادي اسهل ابلكيشن يعني تطبيق. ايه فايدته؟ تبادل الجدل. دي سي بي ابلكيشن وايه فايدته؟ توزيع اي بي. ريب ابلكيشن وايه فايدته؟ تبادل الجدل وهكذا. ففي زي ما حضرتك شايفين ده تطبيقات للشغل، يعني للشغل البراوزنج ميلينج الداونلودنج، وفي بروتوكولات او ابلكيشن تطبيقات بالظبط الشغل. ايه التطبيقات اللي ليها علاقه بالظبط الشغل؟ تلت بالاس اس اتش، تلت عشان تلت على حد عمل له كونفجريشن بالظبط الشغل، اس اس اتش انكريبتد تلت ضبط الشغل، الدي ان اس اجيب الاي بي ادرس على اسم معين ما ده برضه ضبط الشغل، الدي اتش بي عشان اسحب لنفسي والجهاز الاي بي وماستر جيت واي دي ان اس ما ده ضبط الشغل، ريب تبادل جداول ما ده برضه ضبط الشغل. قد تكون في تطبيقات للشغل ده الاساسي، قد تكون في بعض التطبيقات لضبط الشغل. والمتعارف ان احنا بنعرف الاسامي طبعا بتاعه الابلكيشن. اما الاجهزه لا تتعامل باسماء، الاجهزه تتعامل بارقام. يعني في الاخر لازم الداتا لما تبقى ماشيه في الكابلات تبقى ماشيه محايد الصفر وماشيه كهرباء فولت عالي فولت واطي. الفولت عالي الفولت واطي ده عباره عن محايد الصفر. لازم يكون في قيمه للمحايد الصفر تقول ده جي بي ولا ده ريب ولا ده بي اس بي ولا ده اي يعني تطبيق من التطبيقات. واحد تعال احكي لك عن الارقام المشهوره للابلكيشن. ابلكيشن زي الاتش تي بي ليها رقم مشهور هو
هو رقم 8 مستني رقم 3 فور نمبر. يعني لازم اي ابلكيشن ليها فور نمبر. ايتش اب ايتش ابلكيشن ها ايه فور نمبر. طيب ال HTTPS هو السوشيال ميديا ال SMTP 25 POP 3 110 ال FTP 2021 هيطلع ميل اسم تي بي رقمين هيطلع رقم منهم بورت منهم بيل تحميل نشر البورت منهم بيعمل بيها ابلود وداونلود وغيره هيطلع على عكس مثلا في بورت للابلود وبورت للداونلود لا هي في بورت منهم بالظبط الشغل بالظبط فتح السيشن وبورت منهم للابلود او الداونلود. المهم برضه مش قصتنا احنا ايه بس بنفرق الشيء الانجليزي عشان خاطر نشوف بس ايه من دول ابلكيشن. كلمه ابلكيشن ابلكيشن عشان اخش عن بعد اكونفيجر حد ورقمها 23 اس اتش ابلكيشن ورقمها 22 ده اللي ساعات الناس بتستغربوا. خد من الاس اتش ده عباره عن ايه؟ من السكريبت الثاني والجمله الشهيره بتقول دو نوت يوز دلوقتي النت دو نوت يوز النت يوز اس اس اتش انستد. يعني بلاش تستخدم دلوقتي التلمت وبقى اعمل اس اتش. يعني بلاش التلمت تحط الاي دي بتاعها تكتب اس اتش تحط الاي دي بتاعه دخلت عليه بقت كل الكونفجريشن اللي بتكتبها متشفره. فالجريمه ان اس اتش جديد واخد رقم قليل المفروض الارقام دي ارقام من كام لكام؟ فورت نمبرز ايه معروفه جيده تاخد ارقام من 0 ل 1023 فده واخد رقم عجيب في الاول والاس اتش ده حاجه جديده ولا حاطط الارقام من 0 ل 1023 فعلا كلها مستخدمه الابلكيشن منهم رقم 22 كان مستخدم The Old Application Old Application تبع IBM. وبعدين اللي حصل IBM انا ما بشتغلش خلاص بالابلكيشن اصبح من الرقم ده هو فاضي دلوقتي. فالهيئه المسؤوله عن TCP IP مود ان الايام الهيئه المسؤوله عن TCP IP مود اللي هي الايام طبعا IBM حاجه اسمها رقم ستاندرد ومسؤوله عن الافاضي فانت خلاص طالما الرقم ده بقى فاضي ممكن ندخل اي ابلكيشن جديده مكانه. واول ما جه اختراع الـ SSH قال لك نحط الاس اس اتش جنب التنت يعني برقمين قريب من بعض. فما تستغربش لما تلاقي فعلا ساعات ابلكيشنز جديده واخد ارقام قديمه او ارقام بدري شويه. لا ارجع بس ليه؟ الرقم ده فضي الايام وبعدين فضي. فلا عشان تبقى الحاجه رايقه قوي شبه بعضيها نخلي نخليه ياخد رقم مش 22. دي يا ناس حد يعرف رقم كام؟ 53 اتش تي بي 67 و68 بيت اللي واخد برضه رقمين يطلع مستر دي اتش تي بي يوزر بيتكلم سيرفر والسيرفر بيرد على اليوزر. الدي اتش تي بي فكرته ايه؟ يوزر يروح بعت السيرفر يوزر فالسيرفر بيرد عليه اوفر. ادي خطوه ثانيه خطوه ثالثه اليوزر يروح قايل للسيرفر انا موافق انا موافق على الاوفر ده وبريكويست منك انك تحجزه لي. السيرفر في الاخر يروح رد عليه تاني افكرك حتى كنا discovery over request منها في رسالتين من السيرفر اليوزر وفي رسالتين من اليوزر للسيرفر. الرسائل من اليوزر للسيرفر بتاخد رقم ومن السيرفر للسيرفر رقم. انا مش فاكر الوقت بتاع السيرفر وايه الوقت بتاع السيرفر. فواحد منهم من 67 و68 يعني يوزر تو سيرفر والثاني سيرفر تو يوزر. طيب واخد رقم كام؟ 520. وضح اوضح لك ايه ببعض الرسومات اللي هي دي ان يعني الارقام دي ممكن تكون موجوده فين في الداتا موجوده فين في الداتا. البي جي بي 4179 فكره من الاسئله اللي بتبقى موجوده في الانترفيوز بتاعه الراوتنج يقول لك هو البي جي بي بورت نمبر رقم كام؟ 179. طيب الارقام دي هتفرق معايا في ايه؟ يا لازم الارقام تفرق معاك لو انت عندك فاير وول يعني مين خدت الارقام دي او في دكتورك ليها عندك فاير وول وعايز تلمع ابلكيشن او تسمح لابلكيشن. طبعا انت بتسمح تلمع الابلكيشن دي من اسم الابلكيشن او برقم البورت نمبر. في الاخر الفاير وول والراوتر بتفهم الاسامي او الارقام اللي انت هتستخدمها. الاسامي خليها لينا احنا الارقام تبقى دايما ليل ديفايسز بتبقى مكتوبه يعني لو خليه هو Thank you.
يعني كده احنا حكينا عن ايه؟ عن الابلكيشن. حد كده يقدر يحل السؤال الثاني في الامتحان؟ السؤال الثاني في الامتحان كان بيقول لك ايه من الاتي ابلكيشن؟ حد متوقع ايه الاجابه الصح كده؟ اف تي بي وتلفزيون. طيب الاجابه اجابه واحده ماشي شغال، انا قلت ان انا ما كتبتش تيست اللي كتبت اجابه واحده اوكي، اما الاجابه النموذجيه للسؤال الثاني في الامتحان اف تي بي وتلفزيون. كده قلت لك الابلكيشن او سيستم التطبيق بستخدمه عشان خاطر اقدر اعمل ريموت لوج ان اخش على جهاز امبري. المهم في الاخر خالص يعني هدف الابلكيشن لاير ايه؟ بالبلدي بيقول ان هي بتعمل حاجه اسمها باد ريبريشن، تجهيز الداتا. تجهيز الداتا ان ايه اللي يحصل؟ كنت بتعمل بقى براوزنج ولا ميلينج ولا داونلودنج ولا راوتنج تيبل ولا تلت بتكتب كوماندات، ان اي حاجه انت كنت بتعملها كيوزر لو عدت على المرحله دي ايه اللي يحصل لها؟ تبقى اسمها في الاخر داتا. يعني من الاخر لو انت كيوزر كنت بتعمل براوزنج، براوزنج ده يبقى عباره عن شويه محايد صفار يبقى داتا. تعمل ابلودنج او داونلودنج بقى سوري تبعت الراوتنج تيبل، الراوتنج تيبل بتحول لمحايد اصفار يبقى برضه داتا. بتريزولف نيم لاي بي داتا، بتسحب اي بي لنفسك وماك مصر بتسحب تويتي ناس داتا. ففي الاخر خلاص اللي بيعدي على اللير بيبقى اسمه داتا، يعني اي استخدامات لو عدت على الابلكيشن لير بقت داتا. وايه هي الداتا؟ هي مجموعه محايد اصفار دي. الكلام ده لسه جوه الجهاز بتاعك، الداتا ما خرجتش من الجهاز بتاعك، تبدا بقى تخرج من الجهاز بتاعك على لير ثانيه. ايه اللير الثانيه؟ هي اسمها الترانسبورت لاير. والترانسبورت لاير فيها البروتوكولز الثانية. هدفها ايه البروتوكولز الثانية؟ ان تو ان كنترول. ان تو ان ترانسميشن كنترول. يعني ايه ان تو ان كنترول؟ محاولة معالجة المشاكل التي قد تحدث من الخطاب ما بين ان تو ان. يعني كلمة ان؟ ان ديفايس كمبيوتر. موبايل لابتوب واند ديفايس. لما احنا هنبعت داتا فروم اند تو اند ممكن تحصل اكيد مشاكل. فاحنا عايزين يبقى كان عندنا سوفت وير، سوفت وير ترانسبورت لاير حيث لو حصلت مشكله بنحاول ان احنا نعالجها. طب يا ترى الترانسبورت لاير بتحاول تعالج المشاكل عن طريق مين؟ اثنين. واحد اسمه دي سي بي وواحد اسمه يو دي بي. دول ايه بقى؟ دول بروتوكول ولكن مش ابلكيشن. البروتوكولز اللي في الابلكيشن لاير فيهم ابلكيشن، اما البروتوكولز اللي في اللاير دول اوفيس ما بروتوكولز عامه. وبرده زي ما ليهم اسماء بالنسبه لنا، بالنسبه للاجهزه ليهم برده ارقام. يعني برده التي سي بي واليو دي بي هيطلع ليهم برده نمبر بس ما اسمهاش بورت نمبر. امال ايه؟ اذر بروتوكولز من الجمله دي ايتش ابلكيشن هاز بورت نمبر اذر بروتوكولز حاجه اسمها بروتوكول نمبر. يعني كل بروتوكول ما هوش ابلكيشن بيبقى ليه حاجه اسمها بروتوكول نمبر، يعني ليه بورت نمبر ده ابلكيشن واللي ليه بروتوكول نمبر ده في اللايرز الثانيه بقى كلها. يعني مثلا تي سي بي ودي بي البروتوكول نمبر بتاعهم كام؟ بس بقى يعني برضه يعني بنسى 1 منهم 6 والثاني 17. تي سي بي غالبا 17 ويو دي بي 6. بس كده بس ايه يعني صح ولا مظبوط؟ ف لما داتا برضه هتمشي بالكلمات بالوانز والزيرو يبقى مكتوب 6 يبقى ده يدي. اما بالوانز والزيرو هوضح لك برضه الرسمه مكتوب 17 فيبقى تي سي بي، لان الاجهزه في الاخر تقص الوانز والزيرو وتترجمها الارقام حسب الرقم اللي بيترجم الكلمات اللي احنا بنفهمها. فاحنا مع بعض كنا دايما بنتكلم بمسميات وكلمات، اما طبعا الديفايسز بتتعامل بالارقام. المهم الاي دي بي تقريبا 6 والتي سي بي تقريبا 17. لو حد ماشي يتحكم عن طريق سيرش ولا حاجه يكون معانا بس ايه كانت الارقام معكوسه ولا لا. المهم ماشي سواء تي سي بي ولا يو دي بي. هيعملوا ايه تي سي بي او يو دي بي؟ اند تو اند كنترول. عشان يعملوا اند تو اند كنترول ثلاث حاجات بتعملها تي سي بي او يو دي بي. واحد المفروض تقطيع، اثنين ترصيد، ثلاثه تصوير. يعني كده تقطيع
تقييم، تقييم اللي هو بيبقى اجريسنج عامه، والاجريسنج ده هيطلع في طبعا جوه سيت كونتري في حاجه اسمها سيشن اجريسنج، والتصوير بيطلع حاجه اسمها ايرور تشيك وسير. يعني فين بي سي بي ولا اي بي بي بيعملوا ريسبتات واحد تقطيع، تقطيع غريب ان انت تقطع مش الحته اللي قد ايه، الحته دي تبقى على حسب سيتنج دي منها بالدفول، وانت ممكن تعملها كونفيجريشن سيتنج الحاجه اسمها الماكسيمم سيجمنت. مصطلح يمكن جديد على الناس اللي طبعا بتتحط في السي سي ان اي، ناس تانيه بتسمع عن حاجه اسمها الام كيو، عن حاجه اسمها الماكسيمم باكيت سايز. ده مصطلح بس من حاجه اسمها الماكسيمم سيجمنت سايز. ايه الماكسيمم سيجمنت سايز؟ اللي هو ماكسيمم دي بي بي اي خمس سيجمنت القطع قد ايه ماكسيمم سيجمنت سايز. فالمفروض يعني ان السي سي بي او دي بي هيسوي اقطاعات بناء على رقم، الرقم ده بيبقى تقريبا في حدود قد ايه؟ ماكسيمم 1460 بايت. يعني تقطيعها دي مثلا 1460، والزميل هنا قال 1500 وهيطلع 1500 دي بعد ما 1400 20 بايت، بعدين رايح ثاني 20 بايت يكملوا ال 1500 بايت من تمام ماكسيمم باكيت. خلينا بس تقريبا الباكيت دلوقتي عشان انا شغال انترنت صح؟ مثلا صح. طيب وطبعا كان في كونفيجر، يعني ممكن اخش على ديفايس اقدر اغير حاجه اسمها الماكسيمم سيجمنت تايب، سواء كان كمبيوتر سواء كان راوتر سواء كان اي ديفايس من الديفايس اللي بتفهم الترانسبورت. المهم في الاخر يعني السي سي بي دي بيقطعوا الداتا سيجمنت بناء على الماكسيمم سيجمنت تايب، وبتبقى في الاخر اسمها داتا بورت. داتا بورت ثاني كده عمل ايه؟ كده عمل تقطيع. تقييمه سي سي بي او دي بي يزودوا هيدر على ذلك، يحطوا التاتش بتاعهم يزيد راس على ذلك، ومن الحاجات اللي بتتحط في الداتا دي ادرس فرق، وايه هو اشهر ادرس؟ حاجه اسمها ستيشن ادرس. يعني الديفايس لما يحب ان هو يبعت داتا بيكتب حاجه اسمها ستيشن، لازم يحدد رقم السيشن وارقام السيشن. تحدد ازاي؟ سيشن نمبر من 1024 ل 65535. يعني يوم ما اليوزر بيفتح سيشن، اول سيشن مثلا ممكن تبقى اسمها 1024، ثاني سيشن 1025، ثالث سيشن 1026. كل ما بتفتح ويندو على الموبايل بتاعك على اللابتوب بتاعك بتاخد حاجه اسمها سيشن ادرس، عشان لما الداتا ترجع لك الرابط لما يرجع لك ان هي تبقى قد وعطل، العطل لما يرجع لك يرجع لك على رقم السيشن بتاعك. ده المقصود بكلمه بارت. ايه كمان؟ بسيط. بي سي بي او اي دي بي بعد ما بياخدوا الداتا يدوها رقم سيشن نمبرنج، يبتدوا ان هم يعملوا ايه للداتا؟ يدوها صوره. الصوره دي عن طريق ان هم بيدخلوا القط ده كله على معادله اسمها معادله السي ار، والناتج من المعادله دي بيتحط في الهيدر. الناتج ده كام بايت؟ الناتج ده بيبقى 2 بايت. امال الهيدر ده كله كام بايت؟ الهيدر ده كله بيبقى تحمل 20 بايت، ده من غير اي اوبشنز. يعني الهيدر الاساسي بتاع البي سي بي بيبقى 20 بايت. طب لو يو دي بي، لو يو دي بي بيبقى 8 بايت، ما بيزودش غير 8 بايت كده، مش كده بيسموا يو دي بي ملك الانجاز. البويس بيحب قوي يتعامل مع يو دي بي، يو دي بي. اما البي سي بي ملك الدقه، وبيضيف قد ايه؟ بيضيف 20 بايت. او البي سي بي سوري يو دي بي بيضيف قد ايه؟ هم بس 8 بايت. منهم 2 بايت اسمهم السي ار سي. تاني ايه هو السي ار سي؟ ده عباره عن اوراق صور، ده اصل الداتا. مش فاكر لما الداتا بعد كده تخرج وتوصل للان الجهاز اللي هيستقبل يقدر يكتشف الداتا دي صح ولا غلط. السؤال الذي يطرح نفسه كده، يبقى الهيدر ده مع الداتا بارت، طبعا الهيدر ده احنا ما حكيناهوش، احنا بنحكي بس يعني تقييم الموضوع. الهيدر ده ادواء 20 بايت، في حاجات اكتر من كده بكتير. ده كده مع بعض اسمه ايه؟ اسمه سيجمنت. ايه ده يعني سيجمنت؟ مش هي داتا بارت؟ لا، السيجمنت هي عباره عن الداتا بارت مع الهيدر بتاعها. يعني السيجمنت داتا بارت مع الهيدر بتاعها، ده كده على بعض اسمه السيجمنت. المهم في الاخر يعني هي دي سي بي يو دي بي بيتعامل مع دول. طب وبناء عليه بنتعامل مع دي سي بي ولا دي بي؟ بروجرامر بقى بياخد القرار. بروجرامر بيختار ابلكيشن من دول، شايف يا ترى انت بلان هي تبقى فيها دقه وتاني ولا عايز فيها انجاز؟ وخد تقلقش موضوع انجاز، يعني زي ما قلت لك انجاز معناها مش لطيف. لو الهيدر اللي بيعمل انجاز عنده طريقه اخرى يعمل بيها دقه، يعني عنده طريقه ثانيه يحل بيها مشاكل او يعالج بيها مشاكل الانجاز بتاعه. يعني مثلا في الفويس، المفروض ان الفويس هيطلع بيتعامل مع الاي دي بي عشان ينجز شويه. لو كان بيتعامل مع
معناه ان خلينا اللي بتاع مع الجي بي اصلا دقيق. لا ممكن يتعامل مع الجي بي اصلا دقيق بس كده عايز حد بقى ينزل. طيب مين بيتعامل مع الجي بي بي هيطلع ليه؟ ويا دايما كده اي حاجه في يدك بتطلع في يدك لازم تبقى شغاله مع الجي بي بي. يعني في الاخر انا ببعت يا ريت ابديت كل 30 ثانيه تقول لي كل 30 ثانيه. والله لو ما وصلش المره الاولى هيوصل مره ثانيه وما وصلش المره الثانيه هيوصل المره الثالثه. عشان كده بيقول لك تسجل بالظبط قوي وتكتب محتاج حد يجي ابعت الابديت بسرعه. ولو في ايرور يتعرف ان في ار بي وبعد الابديت اللي بعديه ان شاء الله تبقى ماشيه كده. الابديت اللي بعديه كمان ان شاء الله ما فيهاش ايرور في ابلكيشن دايركت. مين كمان دي دي سي بي؟ هو فعلا لو دي سي بي وهو بيوزع الفات فشل في المحاوله دي جرب تاني فشل المحاوله جرب تاني ار تي بي ار تي بي ودي ان اس من بعد ار من بعد ار الدي ان اس ايه اساس طبعا من ده ان ينفع يو دي بي في جزء منه فيشل كيس تشتغل بعد كده. ايش معنى يعني؟ بص قصه الدي ان اس بدات ازاي اصلا؟ ان في سيرفر عشان راس كبير والله جامد في سيرفر اسمه روت سيرفر تمام. ده السيرفر اللي بيكتب عليه اي اثناء مع بايبات الاكل هو بيخش الكونفجريشن على السيرفر ده على فكره من هنا يعني ستاتيك من الاخر كل ما حد يشتري اي دي من الايام يروح على حاجه اسمها الوورلد وايد ويب يروح عايز يسند المحروس عايز يسند الاي دي يسند جيزم.com سيسكو.com هواوي.com جوجل.com يسند. بيحصل ايه بقى؟ يوصل خلاص هذا الاسم عشان خاطر نشوف اذا كان الاسم ده متكرر ولا لا وهذا الاي دي ونعملهم لك فيريفيكيشن. وفعلا في موظف في مهندس هو اللي دخل الكلام ده مانيوالي في كده بتاع سيرفر رئيسي. وبعدين السيرفر الرئيسي ده مش عارف يبني العالم كله، العالم كله كبير يعني في مليار جهاز و 2 مليار جهاز بيخش على الانترنت فمش هينفع يكون في سيرفر واحد يخدم. فده اسمه روت دي ان اس سيرفر ليه؟ عشان هو ما بيتعاملش مع اليوزر، امال هو بيتعامل مع مين؟ مع سيرفر الاظهر. عارف القصه هي عباره عن هيراركي، يعني هيراركي كور سيرفر وبعدين ديستريبيوشن سيرفر يعني السيرفر الثانيه اصغر شويه وبعدين يجي اليوزر. هم السيرفرز الاصغر شويه دي ما اعرفش حاجه يعني سيرفر بيبقى انت مجهزه وجاي جهاز وشغال له ابلكيشن دي ان اس بس جداول فاضي. المفروض يعمل ايه بقى الدي ان اس اللي عايز ياخد المعلومات اللي عند الروت دي ان اس يحملها؟ وعشان يقدر ان هو يحملها يعني لازم يقول لو سمحت ابعت لي اللي عندك الكود كل اللي عندي كل اللي عندي قد ايه؟ مليون سطر 2 مليون سطر 10 مليون سطر كود كتير لازم لها دقه لازم لها قويه لازم لها تاني لازم لها سيشن استابلشمنت سيشن ترمينيشن كان لازم لها فاللي السيرفر عشان يحمل من السيرفر الرئيسي كم المعلومات الكبيره دي كان لازم يتم يعني من اهم البدايه يشتغل في الجديد. ولكن الدي ان اس سيرفر بقى العادي بعد ما يحمل المعلومات واليوزر يقول لو سمحت هو الفيسبوك دوت كوم ولا تويتر دوت كوم اي دي وكام يبقى سؤال مرتب بسيط. المفروض ان معروف عن التي سي بي انا هتواصل ان شاء الله مع الكورس انه بيرجع موضوع سؤال ورد بسيط. عشان يشتغل لازم يفتح سكه في 3 وي هنشي ويقفل سكه في 4 وي هنشي يعني 7 ثواني. انا كل اللي هساله اقول له اسم الفرين فيه وكام يقول لي اوكي هم يعني سؤال ورد بطل 30 30 ابعت قبليها 3 وبعديها 4 يعني عارف برضه ايه مهما كان ضغط الشغل ما ينفعش انه كان يزيد عن الشغل ما ينفعش عشان خاطر معلومتين 30 ابعت 3 قبليهم 4 بعديهم. وعشان كده هيتعامل دي بي تو. طب لو حصل ان الرساله وهي راجع حصل فيها ايه؟ دي ديكشن ايرور وحصل الثاني حصل ايرور الدكتور الثالث يعني هتلاقي الابلكيشن نفسها اللي بتتعامل مع دي بي تي عارفه انها سكه تطلع فيها مشاكل يعني عارفه انها سكه بقى تظبط فيها الدقه لكن هي كانت محتاجه في المعيار الاول انجاز انجاز ظبطت خلاص يبقى انجاز ما ظبطتش خلاص بقى لما نطلبها ثاني يبقى انجاز. على فكره الفويس كده كمان يعني الفويس مش شغال دي بي بس الفويس بيبدا اصلا يفتح سيشن في دي بي يعني في بروتوكول الفويس تفتح لك سيشن و3 وان شيب 4 وان شيب ده دي بي بعد ما السيشن تفتح صوت بقى نفسه ان البيلود بتاعك نفسه هو ده اللي يبدا يشتغل بيه عادي. ففي ممكن ابلكيشن تكون بتفتح الطريق بدي سي بي وبعدين تكمل في حياتها مثلا بدي سي بي. فعلا هي اصبح سيرفر تو سيرفر دي سي بي كلاينت او يوزر تو سيرفر بتبقى دي سي بي ده من الابلكيشن اللي ممكن تكون مش هتثبت في ابلكيشن كتير ممكن تكون بس من اللي واضح قدامنا دول مفيش غير الدي ان اس. طب وبعدين الباقي؟ الباقي الاحضارات اللي على الشمال ده كله كل ده بيحب يتعامل مع دقه الدي سي بي. وعشان كده السؤال الاول في الامتحان شوز 3 من دول تبع كان في سؤال في السؤال ده ولا مش اي حد اللي هيكتب معانا
مين من دول تبع تي سي بي؟ كان في اول اختيار دي اتش تي بي، لا دي اتش تي بي مع الدي تي، مش معنى برضو لو دي اتش تي بي ده اربع اسئله يا دول اربع اسئله برضو مش معنى ان لهم ثلاثه عاديه واربعه عاديه محتاج شويه من دول. الاختيار دي اس ام تي بي صح، اتش تي بي مين. الاختيار الثالث اس ان ام بي، انا ما جبتش سيرفر اس ان ام بي، بس الاس ان ام بي ده عباره عن ابلكيشن فور نتورك مانجمنت، كل تطبيقات النتورك مانجمنت بتبقى بتعمل مع الاي بي تي. اف تي بي صح، اتش تي بي صح، تي اس ام بي، اي تي اس ام بي ده ريفيال فاين ترانسفير بروتوكول. بيعمل ايه تي اس بي؟ يقول لك انا عايز الجاي وسيب انا بقى موضوع ده اتصرف فيه. ليه؟ لان في اس دي المفروض ان هو يبقى فايل صغير مش شبكات صغيره. يقول لك اجهزني بس كده ايه تعدي وتبقى زي الفل معانا العمليه ونخلص الابلود او الداونلود على الفايل في اسرع وقت. ففي اس دي ساعات بيشتغل مع الاي دي بي مش مع الاي سي بي. بص هو القاعده الاساسيه ان اي حاجه ليها علاقه بالداتا، اي حاجه ليها علاقه بالداتا اي سي بي الا حاجه شبكه. يعني بص ده نقلات، ده نقلات، ده نقلات، ده نقل داتا، دول كده تي سي بي، اي حاجه داتا تي سي بي. ايه اللي قاعده شاذه بس ان تي اس بي اللي ينقل داتا بتشتغل مع الدي بي عشان هو اصلا بينافس ده، يعني كان بينافس ده، ده بياخد وقته وبيبقى سرعته ممكن اكتر بكتير، فراح عامل واحد يكون انجز شويه. زين تي سي بي يعني بتشتغل في شبكات صغيره اللي هي مثلا على فايلات صغيره، اللي هي يعني فايلات صغيره بالميجا مثلا مش بالجيجا. والمفترض ان اي بقى بروتوكول ليه علاقه بضبط الشغل، ضبط الشغل يكون دي، يعني ال دي اتش تي بي ضبط شغل يوزع اي بي، الريب ضبط شغل بيوزع جداول، ال دي ان اس ضبط شغل المفروض كان يبقى برضه اي دي بي، الاس اس اتش والتلنت والبي جي بي دول الحاله الاستثنائيه برضه، يعني عارف كل القاعده ضبط الشغل المفروض ان التلنت ضبط شغل كونفيجر، اس اتش ما هو زي كونفيجر بس مشفر، بي جي بي برضه ما هو ضبط شغل بس ايه قواعد برضه استثنائيه. يمكن دول تعتبر قواعد القليله الاستثنائيه المعروفه، الثلاثه دول ضبط شغل بس تبع الدي بي وده داتا بس تبع اليو دي بي. لكن كده كده خلي القواعد الاساسيه بقى من البلد، اي داتا تبع الدي بي واي حاجه مش داتا يعني فويس او ضبط شغل كان المفروض يبقى يو دي بي، الا الحالات الاستثنائيه اللي هي في حالات استثنائيه بي جي بي وتبقى اس اس اتش، اربع حالات استثنائيه وميل عكس المستقبل عكس القواعد الاساسيه. هم داخلين علينا وجرامر كاتب في اخر كل بروجرام من دول لما تخلص شغلك سلم نفسك من اي سي بي ولا دي بي اي سي بي دي بي مكتوب لهم، سلم نفسك من اي سي بي دي بي مكتوب لهم، سلم نفسك لواحد من اثنين. الامر سلم نفسك لمين؟ سلم نفسك للنتورك لير او الاسم المشهور دي انترنت لير. بس الانترنت لير ده اسم اللير دي لحد سنه 2010، ده من سنه 2010 حتى الان اتغير اسم اللير دي في موديل بقى اسمه نتورك لير زي بتاع الاسره، يعني النتورك لير او الانترنت لير الاثنين في الدي سي بي قديم جدا. تاني ده الاسم القديم اللي بدات بيه الدي سي بي اي 2010 اسمها نتورك لير. فيها مين بقى نتورك لير؟ الاخ يعني الاخ اي بي فيرجن 4. طب وده ابلكيشن ولا بروتوكول؟ بروتوكول. يبقى لازم يكون ليه بروتوكول نمبر، يعني كان لازم يكون ليه كود بالارقام. واحلى مفاجاه اكتر مفاجاه بحبها ان الاي بي فيرجن 4 هو بروتوكول نمبر 2. يبقى بقى عندنا الاي بي فيرجن 6 يبقى بروتوكول نمبر كام؟ لا بروتوكول نمبر 6، لا هو بروتوكول نمبر 1.1 هو اللي قبل اخر 6 خلاص انا اتخذت واخترع الاي بي فيرجن دي خلوه بروتوكول نمبر 41 قريب بحيث ان هو يبقى 41 يعني فاهم انا لو ايه 14 متاخد 24 متاخد ومش عارف قال لك خلاص يبقى 41 ومش هيبقى بعض طب خليه 60 طيب انا ما اعرفش مين عملوه 60 من 16 كده ايه اللي حصل؟ كده بيحصل ان الداتا بيستلمها بعد كده مين؟ يا بيستلمها اي بي فيرجن 4 يا بيستلمها اي بي فيرجن 6. سواء كان اي بي فيرجن 4 او 6 بيعمل ايه في السجن؟
اي دي فيرجن 4 او 6 بياخد السيجنال بيديها راس باللون الاحمر. انا بس انا اخلي كل لاير باسم والراس بتاعتها نفس الاسم وافكرك ايه المعلومات الهامه اللي في كل سيجنال. هنا انا مش كل هنا معلومه هامه السورس اي دي ديستنيشن اي دي. في معلومات ثانيه طبعا مهمه وهنبدا احنا المفروض انك تعمل مقارنه بين الفور هيدر والسكس هيدر وعليها اسئله في الامتحان بتاع طبعا كورس الروت للاسف كورس لطيف بس امتحانه رخم خمس سنين. يعني الكورس اسمه روت الامتحان ما فيش ولا سؤال روت ما بكذبش عليك يعني ما فيش ولا سؤال عن الروت. يعني سته الامتحان ايه؟ فريم ريليت اكس 25 بي 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 اتش دي ام سي بي 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 او اي بي 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 اي حاجه غير روت خالص. طب معلش اقول لك على الكورس بتاعك اصلا هيطلع احد احنا سي سي ام اتش هي عباره عن انتدكشن وراوتنج وسويتشنج والجزء الاخير خالص اللي هو الوان مع الاكسس مع السكيورتي مع الاي بي فيرجن 6 مع الحاجات دي حبشت كلمات كده. شيل بقى السويتشنج من الموضوع ده الكورس اللي احنا اسمه كورس سويتش اللي هو الجينانز والستاين تري ده كورس اسمه كورس سويتش. كورس سويتشنج هو ايزا ميت سويتش بس مش فريم جي بي ام وكلام ده. اما بقى الفريم جي بي ام والكلام ده بيسموه ايه؟ هتكون تبع قسم الراوتنج. انا قصدي تبع قسم الراوتنج. كورس الراوتنج بتاعنا هو عباره عن الانتروداكشن بتاع السي سي بس بالتفاصيل اللي ما خدناهاش دي معلومات ما خدناهاش مثلا في السي سي انتروداكشن داخل معانا الراوتنج نفسه طبعا الوان طبعا والسكيورتي. يعني كورس الراوتنج هو عباره عن سي سي ان اي بس مكبر شويه بس هنستثني منه موضوع الايثرنت اللي هو الجي لانج والستاين تري والحاجات دي غير كده كله معانا بالتفصيل من غير. طب والاسئله اللي في امتحان في الراوتنج يعني ايه؟ اسئله بالوان سكيورتي انتروداكشن يعني زي الاسئله فعلا فريده خالص الا خمس مدات الامتحان بيجي تحديد مثلا 40 سؤال وخمس مدات خمس مدات فعلا هم هيبقوا اوزبيت واي جي ار بي واوزبيت تاني واي جي ار بي تاني واوزبيت واي جي ار بي تاني. يعني هو الامتحان كله اوزبيت واي جي ار بي لا في ريب ولا حتى في جي بي ده اللي فات الخمسه مثلا اللي موجود. طبعا الحاجات دي كلها برضه خطبها يعني خطبها لك اسئله الامتحان النبي ما تطلع النبي ما تطلع حلينا جميع الاسئله الا يمكن خمس اسئله كان اخر خمس اسئله في الدنيا وليش فجاه قبل الكورس ده خمس اسئله لا الامتحان اتغير كله بقى اللي تيجي 40 سؤال ما لهمش دعوه بكل اللي احنا حليناه. حلينا فوق ال 140 سؤال هم كانوا 150 اجمالي مثلا 150 حلينا 140 سؤال ولا واحد منهم ينفع بالدنيا يعني ولا حد من الاجابات. بص عشان الكورس لسه في اوله فتلاقي ايه يعني لسه باك اوف كويشنز بيرش بعدين بيزود سيرش حاطه على الويب سايت بتاعها كده. من حقنا تغيير منهج السي سي ان دي في اي وقت وبدون اي اعلان مسبق كاتبها بالشكل ده يعني غيروا منهج زودوا كونتنت شيل كونتنت بدون اي اعلان مسبق فاهم. يعني في الابديت اللي حصل في الراوتر يعني من شهر وحاجه راحوا زودين اسئله مش دعوه ليها دعوه يعني زودوا حاجات في المنهج فاهم. كمان مش هو ايه التغيير ده حصل التغيير بسيط التغييرات بسيطه مش كبيره اما اللي لسه ما دخلش الامتحان ده احلم بايه؟ مين
الهيد والتيل ده
لو فريم ريت في بي سي ام، لو في ام في دي بي اي دي سي اي ام وهكذا. هننزل طبعا بالتفصيل الحواديت دي كلها. طيب بعد ما مشينا في الحته دي كمل بس الحته الاخيره واخد بالك اقتراحاتك عن الموضوع انت في استفساراتك. احنا بعد ما مشينا في القصه دي عايز الاجنده ولا طب اسكت عن صحه الاشياء كل ده بقى في سي ار تي. سي ار تي في كل ده بيبقى بعض واكبر عشان تشمل مستوى تاني يعني. وعايز تبعت اي انتي. لو
ان الداتا بتاعتك اهي تعدي على الابلكيشن هتبقى عباره عن وانز وزيروز. تعدي على الترانسبورت هتبقى الانفو دي بار المعلومه بتاعتك دي بار. تعالى ناخد كمثال مثلا بي جي بي اساسا احنا كورس اليوم البي جي بي هيجي يبعت الجدول بتاعه والجدول بتاع البي جي بي بيبقى كبير ممكن يبقى 300000 صوت 300000 صوت ليه؟ بيحكي عن الراوتنج تيبل بتاع ساعات شبكه الانترنت. فالبي جي بي هياخد الجدول كله ويحوله واحد ويسلم الكلام ده للتي سي بي. التي سي بي ساعتها هيعمل ايه؟ التي سي بي هيقطع الجدول ده حتت بناء على الماكسيمم سيجمنت سايز ويروح ملبس الجدول ده هيدر. الهيدر ده بتاع مين؟ التي سي بي هيدر. او بيت طبعا هيبقى التي سي بي هيدر له حاجه تبع ليه دي. مين الحاجات او ايه الحاجات اللي هيحطها في التي سي بي في الهيدر بتاعه؟ الحاجات اللي هتتحط في الهيدر بتاعه معلومه عنه سيشن فخامه كام؟ سي ار سي فخامه كام؟ ومعلومة عن مين اللي بيستخدم جوه. احنا لو استفسرنا مع بعض لازم اللي بيستخدم جوه ده مين؟ مثلا بي جي بي انفو. عايزين نعرف يعني ايه بي جي بي بقى ليه؟ ان البي جي بي هياخد هيدر مع التي سي بي وهيتكتب كده ان البورت نمبر بتاعت اللي بيستخدم جوه الابر لير بروتوكول 179. طبعا الرقم دوت احنا بنشوفه قدامنا كده 179 هو في الحقيقه لما هيمشي في الكابلات ارقام وحيد الصور. يعني وحيد الصور لما هتتحول من باينري لاسمي هتطلع في الاخر 179. عشان يطلع كام 1 0 1 0 كام بس في الاخر هتطلع لما الداتا تمشي في الكابلات توصل للراوتر اللي قدامي لان الراوتر بيعرف ان الانفو دي مش ريد ان الانفو دي بي جي بي من الكود. وطبعا في حاجات ثانيه معروفه في الهيدر تاني زي السيكونس نمبر زي السي ار سي او مش بس لما اعرف كلمه انها ابلكيشن انها هتروح لده هيد كمان والهيد كمان ده زي الهيد بتاع الاي تي فيرجن 4 وبرده الاي تي فيرجن 4 في بيبقى سورس اي تي ديستنيشن اي تي وفي بقى حاجه اسمها البورت نمبر حاجه اسمها البروتوكول نمبر. مين اللي مستخبي جوه؟ اللي مستخبي جوه الهيدر ده تي سي بي. اكتب فيه فعلا الاي بي فيرجن 4 اكتب رقم 6 تاني كده بروتوكول نمبر ده ايه فايدته؟ اطلع بروتوكول نمبر ده فايدته ان في كل هيدر بيخبي حاجه في الحاجه اللي مستخبيه جواه. كنا سميناها كده في السي سي ان ايه الابر بروتوكول او الابر لاير بروتوكول. كنا قلنا ان جوه كل هيدر في ادرس زي انا سيشن ادرس اي بي ادرس في انديكيتور عن مين الابر بروتوكول. فيطلع في الاخر الابر بروتوكول ده بيتحدد زي البورت نمبر يبقى البروتوكول نمبر. يعني اكمل الحدود ان بي جي بي تيبل لما هيستخبى جوه تي سي بي يقول ان اللي مستخبي جوه بي جي بي وبعدين يستخبى جوه اي بي فالاي بي اللي مستخبي جوايا حتى لو هو نفس الجهاز بي سي بي المفروض ان هيعرفش الكلام ده مثلا على كارت زي كارت الايثرنت خارج من الانترفيس مثلا الايثرنت بتعمل ايه؟ بتعمل ايثرنت والهيد في ايه؟ سورس ماك ديستنيشن ماك وفي خانه كانت في الايثرنت اسمها التايب التايب ده اللي هو تايب برضه ايه؟ بروتوكول نمبر رقم البروتوكول 4 يعني فتايب مثلا 4 معناها بروتوكول رقم 4 تايب 6 يعني بروتوكول رقم 6 تايب 179 يعني ده بروتوكول 179 يعني تاني كل هيدر بيشاور اللي مستخبي جواه ايه؟ 4 ده اللي مستخبي جواه ايه؟ 6 مستخبي جواه ايه؟ 179 وفي الاخر الجهاز اللي هيقرا طبعا لما يشوف السيكونس اوف نمبرز عايز ترتيب البروتوكول دي بنقولها انكابسوليشن. يعني المفروض ان اللي بيبعت يعمل انكابسوليشن واللي بيفك الكلام ده كله لازم يكون بيفك بنفس الستايل. واعرف زي ما فك نفس الستايل يطلع من كل هيدر في رقم بيقول له فك طريق الجي بي فك طريق البي سي بي فك طريق الاي بي بول فك طريق الانترنت وهكذا. المهم في الاخر مثلنا ده شكل اللي بيطلع من الهيدر. يعني اي داتا او اي ابلكيشن بيطلع منها الشكل ده اللي هو ايه الشكل ده؟ ثلاثة راس اي حاجه بتستخبى جوه ثلاثه راس وميل اذا الابلكيشن مش اصل شرط يكون ثلاثه راس وميل راس لير 2 راس لير 3 اي بي راس لير 2 ليه كمان هتبقى راس من ديفرنت. طب مثلا لما نيجي نقول على البروتوكول انه لير 3 ده معناه ايه عشان تحس الفرق ما بين لير 3 ولير 2. طب ايه البروتوكول اللي في لير 3؟ تعالى نشوف بعض البروتوكولز الشهيره اللي في لير 3 طبعا اي بي كوم 6 مين مثلا؟ في بروتوكول مشهور في لاير 3 اسمه اي سي ام بي. ده بتاع ايه الاي سي ام بي ده؟ بتاع بينج وتريس. بروتوكول الابلكيشن الله ينور عليك يا لندن. ده بروتوكول الابلكيشن ده بروتوكول. ده يبقى ليه بروتوكول نمبر. وفعلا هو البروتوكول نمبر كام؟ 1. يعني البروتوكول لما يبعت بالباينري 1 ده هيطلع اللي هو الاي سي ام بي. طيب مين كمان يعتبر بروتوكول في لاير 3؟ حاجه زي الاوفر كلاس. باقي الراوتنج بروتوكول
طالما لو اديت البروتوكول فيه مش ابلكيشن مو منطقي اصلا. احنا لو البروتوكول دي كلها يعني المنطق من رد البروتوكول دي حصلها كده مش الهليله اللي الحصر دي كلها. فاقول بيه رقم كام؟ 89. اي اي جي ار بي رقم كام؟ 88. يعني اخر كل البروتوكول من نمبر لنمبر في رقم اسمه بروتوكول نمبر. طبعا عشان كده في بقى من دول يعني بروتوكول من دول مش ابلكيشن. هيحصل معاك ايه؟ او اس بي اس مثلا عايز يبعت الانبوت بتاعك اطلع الانبوت بتاع بروتوكول اسمها ال اس اس. ال اس اس اسمها لينك ستيت ادفرتايزمنت. يعني لو حد طبعا مش فاكر الكلام ده هيوضح ان شاء الله مع الفريم بشكل ادق. دي الابديت الجدول بتاع الاو اس اس. ومن الاو اس اس طلع انه ليا بروتوكول معناها هي كده انه مش بياخد ثلاثة راسه دي. طب ممكن يحصل له ايه؟ واحد الراس بس بتاع الاي بي ده كده كافي ان هو يبقى اسمه لير بروتوكول وياخد راس ودين بتوع الايثرنت وشكرا على كده. يعني مش لازم كل حاجه في الدنيا تاخد ثلاثة راسه دي على حسب البروجرام هتحطه في لير كام على حسب البروجرام مين اللي بعد ما تخلص تسلم لمين وبعد ما تخلص تسلم لمين هو ده اللي بيحكم في الاخر ان هو ده الحاكم الفلاني. تمام. لو ده اوست وده هو السيرف. الهو السيرف هيتخاف جوه اي بي فيرجن 2. ثاني افكر الاي بي فيرجن 4 عنده خانه اسمها بروتوكول نمبر. يا ترى يكتب بروتوكول نمبر كام؟ طيب ولا الهيدر ده خافي كده اي بي فيرجن 4 اكتب بروتوكول نمبر 4 وهكذا. يعني في الاخر شبكه الماليه 3 كان ممكن يكون عندي بس 2 راس ودي زي مين؟ طيب اللي ممكن اللي هو جاي بياخد من راسه دي اللي هو جاي بياخد من راسه دي فايز ايه؟ السكر المنطقي اللي كل راس بتكون بتساعد عليها ليه؟ الراس دي هتساعدنا في ايه؟ الراس دي هتساعدنا ان احنا نعرف مين اللي ذاتك اكتبه. طب الراس الثاني هتساعدنا ان احنا نعرف مين اللي ذاتك المعلومه دي في انزل انزل وانت عايز ايه من الراس دي بتقول غير كده؟ ان الجدول مهمك اللي جنبك هوب تو هوب او ان الجدول بتاعك منك لحد مثلا ده بس انا مش عايز اكتر من كده. طبعا كان اختيار خاطئ جدا مثلا للريب انه يبقى يبي دي اختيار خاطئ للريب انه يبي دي الريب ليه يعدي على مراحل ليه ياخد ثلاثه راس وديل لكل كلام ده اوفر هيد ما كان ياخد راس وديل راس واحده او راسين وديل وخلاص على كده فاضيين الحاجه هوب تو هوب او انت ليه كان يبقى ابلكيشن الفيتشر اللي بتحتاج كده. اما البي جي بي لما هندرسه لا هيطلع بي جي بي على حاجه يعني بي جي بي يطلع في الفيتشر رهيبه بس ليه كورس واحده يعني غير اللي احنا هناخده في الكورس بتاعنا 4 سيشن في اللاب على البي جي بي هناخد بقى خمس محاضرات اللاب بتاعهم على البي جي بي بقى يبقى في كورس لوحده كامل يعني بتحكي بالفيتشرز اللي كان يبقى ابلكيشن بس يا ريت هو ايه؟ جدول الضغط عشان كده بس بقول لك ان الريت كان غلطه يعني غلطه من البروجرامر اللي كان مكتوب كده زمان طالما مش اي سي بي ولا يو بي بي ولا اي سي مش يبقى اسمه ابلكيشن خالص يعني طالما مش بروتوكول اساسي بروتوكول ثانوي يبقى ابلكيشن خالص. ان البي جي بي بقى لو كان محتاج كان خدمات البي جي بي تفتكر كده محتاج ان انت كورس فلازم نعدي على الخطوات تاني مش كل حاجه بتاخد ثلاثه راس ودول ممكن بروتوكول تاخد اثنين راس ودول وممكن بروتوكول بص تاخد راس ودول بس على طول زي مين؟ يسموهم لير 2 بروتوكول زي ايه لير 2 بروتوكول؟ هيطلع نفس تاني حاجه اسمها دي بي بي حاجه اسمها دي حاجه اسمها سي دي بي سيسكو ديسكفري بروتوكول دول كلهم بيسموهم لير 2 معناها ايه ان هو لير 2 بروتوكول لير 2 بروتوكول معناها ان الانفو اللي بتطلع سواء انفو من الاستاندنج دي انفو من السي دي بي هتاخد بس راس واحده ودي هتاخد راس واحده ودي يعني لو ممكن تبقى في حاجه هتاخد راس بس ودي اه بس ده بيقلل من قدره وصولها يعني ما تقدرش ان هي توصل لمسافات بعيده اللي بياخد راس اللي بنقول له اكتر دي اخره يوصل هوب تو هوب يعني اخره يوصل من فين؟ من جهاز الجهاز اللي جنبه من كمبيوتر لكمبيوتر نفس الليفل من الراوتر للراوتر بنتكلم في نفس الليفل صح الكلام بنفس الليفل يعني فعلا اخره ان هو يتكلم انسايد النتورك يعني اخره كبروتوكول ان يشتغل جوه الشبكه. اما اللي بياخد الراس اللي بنقول له احمر دي قلت مين لو يقدر يسال دير 3 تقدر تبعت المعلومات بتاعته انت لانت يعني اقدر ابعت المعلومات دي من راوتر ل
جنبي لا يعني بعيد كمان عني من كمبيوتر لكمبيوتر بعيد عني من بينج اللي هو اي بي دي ممكن ابينج من بي سي لبي سي اتريس من بي سي لبي سي اقدر اشتغل عليه فروم اند تو اند فثاني اللي بيشتغل براس الخضره بس ده خطوه امل كمان الكاتب ده الحمر ده يقدر يوصل فروم اند تو اند يعني يقدر ان هو يتجول عبر الشبكات بتوين نتوكس دي بقى تكون جديد دخل في اللعبه من الحاجات اللي هي عندنا في الكورس بروتوكول اخترعوها وبعدين شافوا ايه شافوا ان البروتوكول ده مهم قوي لازم نخش في المجال كان لازم يتعملوا لير لوحده عارف ليه كان لازم يتعملوا لير لوحده لانه عشان يشتغل صح يشتغل صح كان لازم يحصل له كان لازم يوم ما تيجي داتا من الابلكيشن دي تاخد لها النون الازرق وتاخد لها النون الاحمر قبل ما تاخد الراس باللون الاخضر تاخد لها راس باللون باللون البروتوكول يعني اكتشفوا ان في بروتوكول جديد محتاجين ندخله في وسط الليله بتاعتنا بيسرع على الاداء بتاع الشبكه 1000 ضعف 1000 مره يعني لو شبكتك بتعرف تنقل 1000 باكيت هو يقدر يخليك تنقل مليون باكيت لو شبكتك بتنقل مليون باكيت يقدر يخليك تقدر تنقل مليار باكيت وبعدين ناخد راس ولو فكرت ازاي ان هم يخلوا الموديل ده جديد ليه؟ بس هم هيزودوا ليه عشان خاطر بروتوكول واحد بس يعني لو متلاقي هو عروض بروتوكول واحد بس اسمه ايه البروتوكول الواحد ده؟ اسمه NTLS NTLS بيعمل ايه؟ بيضيف راس ما بين الراس اللي باللون الاحمر والراس اللي بالاخضر يعني ما بين الراس اللي فيها مكات والراس اللي فيها الكات عارف بقى عشان ما يغيروش الاستراكشر دي كلها عشان خاطر بروتوكول واحد بس هم محتاجينه عايزين شايفين ان هو كف كانوا رايحين يشتغل فيه اضطروا ان هم يخترعوا لير اسمها لير 2.5 يعني في بروتوكولات هنا بتطلع اختراعات مش عارفين ليه يحطوها في مكان يعني مش قادر يحط لها لير لوحدها اصل حط لها لير لوحدها كده يعني لو حطينا لير فوق الاخضر وتحت الاحمر شايف ده كله فوق طيب دي ما اسمهاش لير دي بقى لير فوق باص كل كتب كل كتب دي نيجي عليها وضغط بدل ما تسمعها لير بدل ما تسمعها لير بدل ما تسمعها لير فعشان ما تغيرش الخطه دي يبقى مكانه فين؟ يعني هنا اهو يعني الداتا هتعدي ثم تعدي ثم تعدي ثم لو بتستخدم الانترنت هتعدي عليه باك دروب وبعدين هتعدي على الانترنت او الستريم بي او غيره يعني اخر كده الداتا بتاعتك هتاخد كام راس ودي اللي هنشغلها على الاي بي اس اربع راس اربع راس فين الراس اللي جت الجديده؟ الراس اللي هي بتاعت الاي بي اس هم لو كنا شايلين لير 2 بس كان هياخد ايه؟ واحد راس يعني القصه بتاع لير كام ولير كام دي بتبقى سنه على حسب عدد الراس دي مثال حتى وانت تقول بروتوكول اسمه الارض انا هقول لك الارض ده بيحصل له ايه وانت تقول لي تخيل لك كيلو في اي حته في الموبايل الارض هو عباره عن بروتوكول دي بقى اللي هي حواليه في اللاندر بقول له لو سمحت انا عايز من الارض الفلاني يرد عليا بالمادي ده الارض طريقته كده ادرس ريزوليوشن بروتوكول طبعا الشبكه بقول يا جماعه صاحب الاي بي فلان شركه يرد عليا بالنت مثلا بتاعه فيا ترى بقى ايه البروتوكول ده يبقى هي الجامعه ايه ان المعلومه بتاعتك يا جماعه الاي بي فلان يرد عليا بالنت بتاعه تاخد راس واحده ودي يعني الارض فعلا بيحصل له كده بس بيحصل له واحد بيروح باعت بيقول يا جماعه صاحب الاي بي 1111 الماك بتاعه كام وبيعمل ايه في الرساله دي مع ارض الكويست يروح ملبس الرساله دي بس كده راس بتاع الانترنت ودي بتاع الانترنت كتير دايما يقولوا على الارض ده هو لير 3 ليه دايما الناس بتقول ان هو لير 3 عشان خاطر بيحمل معلومه على الاي بي هو حامل معلومه على الاي بي بس ما فهمش يعني ايه اي بي يعني مين قال لك ان هو فاهم يعني ايه اي بي هو شايل معلومه وهو مش عايز الاي بي هو عايز كان الماك قبل كده امتى نحكم على بروتوكول ان هو لير 2 ولا لير 3 ولا لير 4 من عدد الروت بتاعته من مدى التخطيط بتاعه الارض فعلا ما بيشتغلش الا في نقطه زي لندن في زي بقى في الوان انفرتر في الوان بس يعني ما بيني وبين شويه راوترات مش ما بيني وبين راوترات ده ايه ده انا وشويه راوترات قدامي بص مش راوتر على بعد سبع راوترات مني
كل الحاجات اللي تشتغل دينته وقت لين أو دينته اللي ممكن تبقى وان تبقى يعتبر بروتوكول لير 2 يعني أرض لير 2 ويصر في أي انترفيو إن هو لير 2 زي يعني يعني كتير قوي قوي الانترفيور تسليمه لير 2 عادي الانترفيور ده بشر وهو ممكن يخطأ وشايف ثوابت عنده فكرة هي كده صح كتير قوي زمان راح راحوا انترفيو راجل قال لهم الأرض لير كام يقولوا لير 2 بس انا كويس يقول لهم لا ده لير 3 يقول لهم لا احنا محتاجين لير 2 يقول لهم لا ده لير 3 بدليل انه بيفهم اي تي طبعا الناس بتصدق صحيح احنا زي كنا محتاجين هو لير 2 كده كان في مش قصه وبيفهم دي قصه ان هو ترى يعدي على كام مرحله موضوع لير 2 لير 3 يقول لك دي قصه افتراضيه يعني افتراضيه البروجرام اللي كتب هيعدي على كام مرحله عشان خاطر نعرف ان هو لير 2 ولا هو لير 3 ولا هو لير 4 ولا هو لير 3 المراحل اللي بيعدي عليها وعلي الارض الشخصية بتاعته جوه اللين والانفرس ارت تخطيطه في وان بانيو هوب هوب بين راوتراته بعض يشتغل في هوب هوب اذا دي في البروتوكول حتى لو كان شايل جوه معلومه عن الاي بي هو شايل معلومه الاي بي مش فاهم هي اصلا بتاعته زي ما الدي تي بي يشيل ساعات معلومه عن حاجات هو مش فاهم ساعات الدي تي بي يكون هو ما يفهمش يعني الدي تي بي اكيد ممكن يشيل حاجات معلومات عن اشياء هو ما يعرفهاش وعلي كان الارت لير كان الارت زي الدي تي بي بس انا في راس واحده ليه اذا ليه انبرس ارض وزي ارض الشلوان اشتغل مع الفريمز لي انا برضو في السريه كل ما بياخد راس فريمز لي دي فريمز لي مهندس الاستشارات تفضل في حد عنده استشارات فين الاستراحه لو الاستراحه فنريح البعض قليلا يعني هذا الوقفه ثم نعود بعد الوقفه والاثنين بقول جاي بوقفه ان شاء الله احترام الكلام الجميل زي الكلمه دي اللي طلع لنا في المؤثر كولابوريشن دول كلمة كولابوريشن في أي حتة ولا في تفنيد أي كلام ده هي كلمة جميلة دي وكلمة كولابوريشن موصول فيها إيه؟ الاشتراك ما بين الفيديو والفويس ومفروض بيان وتاب لكن هي تطلق تطلق في الشغل بتاعنا دلوقتي فيديو فويس سواء أصلا مقصود كلمة كولابوريشن بتكون شبكة مشتركة تقدر تحمل انتجريتد فويس وفيديو ولكن يعني كولابوريشن الكورسات بتاعت تسكو فعلا هي فيديو ميكسد مع فويس ميكسد مع كونفرنسنج ميكسد مع مش عارف اي في ار سيستمز فويس مش عارف سيستمز اي حاجه ليها علاقه بالريل تايم فتيجي تروح ايه السيرفيس عندنا كولابوريشن يا فندم كلاود يا فندم اي بي تليفون ويب كونسنت ستورج يعني كلمات بتسمع جامد قوي دي عباره عن ايه في الاخر دي عباره عن سيرفيسز يعني الاخر دي عباره عن ما يشابه كلمه ابلكيشن ديت الموديل التقني بتاعنا احنا بنقول التقني بتاعنا بيكون اتش تي تي بي اس بي اما جماعه بتوع البيزنس بتحاول ان بعد هالم شغل هالم من شكل مي ولا بعد هالم اكسل نعمل لك ويب كونتنت هنعمل لك ستورج هنعمل لك كولابوريشن ودي بيسموها السيرفيس هم في الاخر كل ده عشان يتنفذ لازم يبني على بنيه تحتيه فسونا والاي اي ام دول ان في غير اخير لازم احنا الانفراستراكشر دي من الاخر هم كانوا عايزين سون موديل عايزين نبيع لك ده كبزنس وايز عايزين نبيع لك الانفراستراكشر ويعني ايه بقى لك الانفراستراكشر عشان تعرف توصل لك هوب تو هوب وين تو وين يبقى نعمل راوتر نبيع لك راوترات يبيع عشان تعرف تعمل السيرفيس دي عشان تعرف تعمل تطبيقاتك هنعمل لك سويتشنج هنعمل لك هاي افيلابيلتي كلمة برضه هاي افيلابيلتي من الكلمات اللي هي حلوة برضه طلع حد في برضه بقى كده مين قال الكلمة دي؟ هاي افيلابيلتي المقصود بيها انك تعمل ريدندنسي يعني ايه بدل السويتش يبقى سويتشين بدل الراوتر يبقى راوترين باك اب لبعض كلمة redundancy معناها انك تبقى شغال اجل stand by session او الاحرف من redundancy دلوقتي load balancing كيف load balancing؟ يعني load balancing بالبروتوكول يعني ايه load balancing؟ ان يكون عندك سويتشين ولا راوترين وشغالين اكتف اكتف يعني ايه اكتف اكتف؟ واحد شايل نص الحمل والتاني شايل نص الثاني لما واحد يقع اللي شغال يشيل الحمل كله ف من الانفراستراكشر بتاعتك انك لازم تعمل ايه؟ 1 is number 2 يا دولك هتجيب راوتر ايه فالراوتر في البيزنس بتقول اهو فيها راوتر ايه سويتش سويتش اي كارت كابل ايه وبعد ايه نعمل سكيورتي هتبدا تدبس العميل في انفراستراكشر كنت عايز كده دبس العميل ايه كمان كواليتي اوف سيرفيس ايه كمان شغل الوايرلس هم في الاخر كلها تعتبر بالنسبه لنا هي الانفراستراكشر والاخر الموديل ده هو عباره عن الموديل. اللي عايز نتكلم ندفع فيه في الماركتنج والبزنس
حته عن الموضوع نون تكنيكال، مصطلحات ماهيش مصطلحات صعبه ومتلكع، ما ينفعش اقول لحد نون تكنيكال اي تي 4 اي تي 6 اكس 5 فيمتري حاجات طبعا دي مفهومه بالنسبه له. فيعتبر السون اللي هو تيسكو موديل الحقيقه ان الستاندرد موديل يعتبر بيبص للموضوع من وجهه نظر ابعد شويه. مش دي لفه من كده؟ المفروض ان الانفراستراكشر والمقصود فيها الحاجات دي. السيرفيس المقصود فيها اللي هي الحاجات دي من بعد شويه. مستوى تحط اعقد شويه. واليوزر اليوزر فرض من بعد ان هو يوزر شخص في البيت مثلا، لا ده حكومه ده مستشفى وفي الامريكي. دي كانت بس الحته اللي كنا عايزين نشوف فيها موضوع لاير عشان خاطر نجاوب على السؤال في البيت. وثاني سؤال لازم اجاوب، ايه الفرق بين الراوتر والراوتر؟ اذا حاول تكتب على بوردك تاخد الصوره عشان نشرح بورد عن الفرق بين الراوتنج والراوتر والبرودكت. الاف تي بي بدل الاف تي بي لا في التسجيل داونلود وابلود اسمها بقى كلاود، ارفع حاجه على الكلاود يبقى حاجه كلاود فيرتشواليزيشن. الصراحه اللي اتفقع دي بس هاخدوني الموبايل تمكنش بقى طبش بقى تمكنش بقى اسمه
اسمها 10.0.0.0/24. سؤال بسيط جدا، سلاش 24 ده ميجر نتورك ولا سب نتورك؟ بيسموها روتر. الروتر العربيه اللي تشيل اليوزر، العربيه
الرئيسيه اللي بتشيل الداتا هي عباره عن ايه راوتر بروتوكول ات اس بروتوكول ذات كان يوزر داتا ترافيك يعني وعباره عن عربيه اللي هتشيل الشغل الداتا مقصود بيها شغل انفورميشن مقصود بيها ضبط الشغل وده هيتم ازاي يعني زي الراوتر بروتوكول بتشيل الداتا مش كان تبع عربيه نستقبلها عشان حتى تقدر تمشي عمري ثرو لوجيكال ادريسنج يعني المفروض ان الراوتر البروتوكول بيعمل حاجه اسمها لوجيكال ادريسنج يعني كلمه لوجيكال ادريس باي سوفت وير زي مين الادريس اللي ممكن تيجي باي سوفت وير مش جاي من المصنع ولا ايه الادريس اللي من المصنع اي بي ادريس بيبقى تيجي باي كونفيجريشن تعمل كونفيجريشن اي بي مصنع كل الكلام ده سوفت وير ادريس ومين كمان ثرو encapsulating تغليف الداتا end to end مين يا ترى البروتوكول اللي ممكن يعرف يغلف الداتا غلاف وصلنا في الروتر يعمل سبورت للوجيكال ادريسنج مش لوجيكال ادريسنج كفاية على البروتوكولات التي تستطيع انها تقل الداتا تنقل الداتا اي بي فيرجن 2 واي بي فيرجن 6 وجود الهيدر اللي باللون الاحمر هو اللي بيخلي الداتا تقدر تتنقل ويشتغل مش عارف اوصل بالداتا فروم اند تو اند الهيدر الاحمر هو الاساس مش الهيدر الاخضر مش الهيدر الاخضر الهيدر الاحمر بتاع ال 2 و 6 فبيعترض بال 2 و 6 اي بي 2 و 6 مراوتر بروتوكولز في التي سي دبليو في حاجه اسمها اي بي اكس واي بي 2 دول مش دي سي دبليو اي بي اكس دي بتبقى حاجات اقل شويه كانت في الموديل بتاع ابل الموديل بتاع شركه اسمها لوزان الموديل ده قديم ما حدش بيشتغل بيه دلوقتي مش موجود على اي دول كده اسمهم الراوتنج والراوتر فتاني لو عايزين نعرف فرق بين الراوتنج والراوتر الفورس بتاعنا جزء منه راوتنج طبعا في عندنا جزء راوتنج احنا كده عملنا جزء ادريسنج والسبنيتنج والفي ال اس ان والسمرايزيشن والسي اي بي ار وحوار والباقي ده الامتحان هتلاقي فيه نص الامتحان مالي انا مش عايز ده شكور تقدر تتعلم نص الامتحان في البيت ليه؟ فهتلاقي في اسئله كده بتيجي في الاكزام بتاع عيني وانت عامل ايه؟ كده يتوب عليك يا بيبي يتوب عليك انت كمان عايز كورس راوتنج بتقولي مابينج فا وقبل ده ناخد الفات اللي بتاع الفول اللي بتاع السيكس والسيكس بتاع الفول والسيكس بتاع السيكس وطلع المابينج الفول وطلع المابينج السيكس هيخلص كل ده ان شاء الله شايف وطلع ده ان شاء الله 24 محمد 24 رمضان امتى؟ رمضان خلصته في اخر اسبوع من ثلاثه بصي عدي من 4/4 ان شاء الله 4/4 ده الكورس كورس ان شاء الله 4/4 2017 لما نيجي ناخد اللاب الاسبوع اللي فيه لاب يبقى 2 سيشن والثالث هنا لا بقى خلاص مش هتحقق طيب هم كده خلاص خلصنا سؤالك ليه انا جبت سؤالك قبل الانتفاع سؤال ببساطه طب ما هو بقى الفرق بين سويتشين تمام سويتشين نفسي تسال السؤال انت بس معلش مش هاخد مني سويتشين وسويتشز بروتوكول هيطلع برضه سويتشين بروتوكول المقصود بيها هو سيجنالينج بس تسري عن اللي فوق هبطوا هما يزيدنا من بتاع الراوت كان ممكن تمشي ازاي ممكن تمشي انتو انت وساعدنا بمعلومات وصلنا فروم انتو انت وسويتشن سويتشن معناها كان زيادة ان هبط 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 ليه نفس الفرق بين كلمة سويتش راوتر اللي وصلنا فروم اند ديفايس اند ديفايس اما سويتش وصلنا فروم انترميديت ديفايس انترميديت ديفايس هبط يعني تعالى نفتح او نوضح مع بعض ايه بقى السويتشنج والسويتشنج هعرف لك كل البروتوكولات بتاعت السويتشنج والسويتشنج واشرح لك عنها نفسها وانت تقول لي ده سويتشنج ولا سويتشنج نبدا منين؟ اول سويتشنج والسويتشنج بروتوكول حاجه اسمها سيركت سويتشنج نحب جدا مع بعض ده كان اقدم نوع من انواع السويتشنج اخترعوا بعض سيركت سويتش بعدين
اشتقوا من الباكت سويتشنج حاجه اسمها السيري سويتشنج. وبعدين غيروا رايهم وعملوا حاجه اسمها فريم سويتشنج. واحنا كنا فين ساعات لما كنا بنتعامل يا جماعه؟ انا مش عارف فريم سويتشنج. واخر طريقه سويتشنج الام بي ال سويتشنج. ودلوقتي الموضوع ان اي طريقتين سويتشنج اللي اشتغل الفريم سويتشنج اللي نبدا من الاول. تعالى معايا من الاول اصور كاميرا واحد معايا. السيركت سويتشنج زي مين او مين؟ زي حاجه اسمها دي بي تي او حاجه اسمها اتش دي ال سي. شباب باكيت سويتشنج زي مين؟ حاجه اسمها اكس 25 او حاجه اسمها فريم مود. طب والاي تي ام؟ الاي تي ام عشان خاطر يبقى دايما الفريم بتاعته صغيره قوي كام بايت؟ 53 بايت يسموهم سيلف. يعني سيلف سويتشنج دي عباره عن تكنولوجي مالها بتتعامل مع حاجه اسمها السيلف. السيلف دي كام بايت؟ 53 بايت. مين اللي بيعمل كده؟ الاي تي ام فعلا طريقته كده. لما يجي يخرج ده كارت اي تي ام يقعد يقطع الداتا دي 53 بايت 53 بايت 53 بايت وده لقوه بعد تجربه بيدي برفورمنس احسن. ده الاي تي ام. ف برانش من الباكت سويتشنج اسمه السيل سويتشنج اللي هو الاي تي ام. امال ايه الفريم سويتشنج؟ الفريم سويتشنج اللي هو الايثرنت. طب ايه هو النيتورك سويتشنج؟ اللي هو الام بي ال. تعالى بقى نشوف اقارنهم ببعض. اللي بالاسود فوق ده اسمار. مش هيشتغل ده يعني الراجل والعلم بتاع شبكات والثيري ده اصلا براكتيكال. بس الكود بتاعتك بتبقى اسمها كارت تي بي تي او كارت اتش دي بي تي كود اكس 25 كود سي ام كود تي ام كود انترنت وبتشتغل ام بي ال. يعني في الاخر الاسامي اللي تحت في الجمله دي هي مش اخر حاجه بتشتغل. عارف زي التصنيف الايه؟ ديستنس فيكتور ولينك سبيس. مفيش حاجه اسمها ديستنس فيكتور ده شغال ده شغال ده شغال ده شغال شغال او ريد 1 ده ديستنس فيكتور شغل اوز دي اس ده لينك سبيس هي نفس السيستم. في تصنيف بقى للسويتشين الجروب باند ميكس. يعني الجروب باند شغال ميكس ما بين حاجات السيركت وحاجات السيركت. الجروب باند ميكس ميكس السويتشين. فالمهم بالنسبه لي ان اللي بيلبس ده التصنيف اما اللي بيشتغل بجد الكيرنات اللي تحت اجمل اصفار البروتوكولات دي تعمل سيجنالي ولا بتكري داتا. هيطلع من كل البروتوكولات دي يعمل الاثنين. يعني هيطلع من الدي تي بي والاتش دي ال سي. ماشي بص على الراوتر الاول. لما يبقى راوتر بيتكلم راوتر شوف دي اس دي راديو يعتبر اشهر سلوان. يبقى راوتر بيتكلم راوتر. اول خطوه بيعملوها الراوترات بيعملوا مع بعض فتح للطريق سيجنالين. معلش استنى على الجرح هندرسه بالتفصيل في المحاضره الجايه عشان تبقى تطلع لك الاجنده برضو اول باول على الجروب هتبقى تسمع الجروب وعلى بيج عشان خاطر ايه؟ تبقى عارف الاجنده بتاعت المره الجايه. المره الجايه الاجنده بتاعتها كلها سيركت سويتش كلها دي تي تي اتش دي ال سي. هنعرف ان السيجنال في اشارات بيبعتها دي تي تي اتش دي ال سي مستكلده للطريق الصوت هو اسمها ايه؟ هتدوس على الجرح حاجه اسمها ايه؟ ان سي بي. مش فاكر كده ده احمد مش فاكر ان سي بي مش فاكر. طيب ليه؟ عشان لو انا مداري المعلومه تبقى انت بتطلع منها مش عارفها من بره. زي ال سي بي وان سي بي مش كده؟ ولا عكس. المهم فالمحاضره الجايه كلها دي بي تي اتش دي ال سي ان سي بي وان سي بي بس هيطلع من دي بي تي اتش دي ال سي بعد سنه بيعملوا انكابسوليشن للداتا. بيعملوا انكابسوليشن. ده كده يعتبر ان دي بي تي ده سويتشنج ولا سويتشنج؟ الاول بيشتغل كسويتشنج سيجنالينج واشارات بالظبط السيجنال وبعدين يقدر يبعت الداتا من خلال الدي بي تي اتش دي ال سي اللي هنحكيه المره الجايه. وايه الادرس بقى اللي بيستخدموه؟ عشان خاطر يقدروا يبعتوا الداتا في روبوت هوب تاني سويتشز زي راوتر راوتر في ادرس يبقى لازم السويتش عشان ينقل الداتا يبقى في ادرس. ما هو الادرس اللي بيستخدمه الراوتر؟ اي بي 4. ما هو الادرس اللي بيستخدمه السويتش في دي تي بي اتش دي ال سي؟ نو ادرس. يعني ايه نو ادرس؟ خانه الادرس اللي مكتوب فيها ايه؟ خانه الادرس لو حد يفتكر من السي سي ان اي تعمل له وحيد هتبقى خانه من 8 بت 8 بت وكلها تبقى وحيد. طب هم حاطينها ليه طالما نو ادرس؟ هم حاطينها جاي في المستقبل نحتاجها. طب وليه نو ادرس؟ حد فاكر الدي تي بي اتش دي ال سي دول بيشتغلوا ازاي اصلا؟ بوينت تو بوينت. الكلام ده لسه هشرحه بالتفصيل مع المحاضرات الجايه. فبوينت تو بوينت طالما هطلع من الراوتر ويستلم راوتر ما فيش
النص يعني احتمال ان الداتا تتسرب. خلاص خليها طبعا من راوتر لراوتر كده على طول، مش محتاجين ادرس. امال ايه قصه الادرس الوحي ده؟ هم حاطين خانه في فيلم لما هندسه كلها وحي جايز كنا في المستقبل نحتاجه، وحتى 2016 لم يحتاجوا الخانه دي في حاجه، ودايما بتبقى 8 بت كلها وحي. X25 وفريم ريت مين؟ عنهم وبعدين تقول لي سويتشين ولا سويتشين. هيطلع X25 والفريم ريت في الاول بيعملوا سيجنالين تعارض ما بينهم من بعض هاند شيكينج كده من خلال حاجه اسمها الاي بي ام اي، حاجه اسمها الانفرس ار. بعد ما بيتم التعارض ده السيجنالين دي يقدروا هم يبعثوا ليه. قول لي بقى يبقى راوت سويتشينج ولا سويتشينج؟ الى هوبر. ابو حد يفتكر الادرس اللي هنستخدمه عشان نبعت سافر فروم هوب تو هوب هتبقى ايه؟ فروم اند تو اند فروم هوب تو هوب. هنا ما كانش فيه ادرس عشان هما بوينت تو بوينت، هنا بيبقوا بوينت تو مالتي بوينت. ادرس اسمه اكس 25 نمبر لو شغالين اكس 25، او ادرس اسمه ديلسي لو شغالين ريفل. حد يفتكر الديلسي ده كان كام بت؟ 10. طب وليه 25 نمبر؟ حد ذاك الديلسي كان 10 بت للارقام الجامعة كام؟ طب الارقام المحدودة؟ كويس انك عارف الكلام ده ليه؟ عشان ابقى احدث لك المرة اللي بعد كده. اصل المرة الجاية هناخد سيرك سويتش، والمرة اللي بعد جاية واللي بعديها المحاضرتين هناخد الباك سويتش باستفاضة. طبعا الحاجات انا عارف ان هي سي سي ان اي، بس احنا محتاجين نتك عليها تاني في السي سي ان اي. طيب الام دي لما بقول لك اسئله في الامتحان عن البي بي بي والفريم ريت والانفرس ار، فين الراوتنج اللي بيوضع يا جدعان؟ واضح ان هو المفروض راوتنج بس، يبقى الراوتنج فيه سويتشنج وسويتشنج وحاجات زي كده. طيب والسيلف سويتشنج ده اللي هو ايه؟ بص هو السيلف سويتشنج هو زي ال 25 والفريم ريت، بس بيقطع الداتا لحته صغيره اسمها سيلف بادرس اسمه دي بي اي دي سي اي. كام بيت الدي بي اي دي سي اي؟ اي حاجه بقى؟ 16 بيت. هو شبه الفريم ريت والاكس 25، هو يعتبر الفيرجن الثالث. يعني بص اكس 25 فيرجن 1 في الباكيت سويتش، فريم ريت فيرجن 2 فيرجن 2 في الباكيت سويتش، اي بي ام فيرجن 3 في السماء سويتش. طيب ايثرنت بقى حبيبي، ها سؤال الايثرنت. الايثرنت ممكن يشتغل طبعا لان، يعني الجهاز بتاعه ما بيشتغل لان، ممكن تبقى موصل ما بين الراوترات لو في مكان قريب من بعض. لا ايثرنت يعني لما بيجي لهم في لان واحده يعني فروم سي 12 راوتر اوصلهم ايثرنت، الايثرنت شغال على مسافات قصيره. اه ماشي، بس الايثرنت بيعمل ايه؟ مفاجاه انه بيعمل سيجنالين برضه. ازاي سيجنالين؟ الايثرنت بيجمع ماكات وايبيهات الناس اللي حواليه قبل ما يشتغل ارض، وبعد ما يجمع ماكات وايبيهات الناس اللي حواليه الايثرنت بيغلف الداتا. يبقى ايثرنت سويتشنج ولا سويتشنج؟ ايه الاثنين؟ طب والادرس بتاعه؟ ايه فعلا بقى؟ الادرس اسمه ايه؟ ماك. وكان بيت ما بقى ثمانية بيت. اخي تمام الموضوع ال NTLS هي احدث طريق سويتشنج واسرع طريق سويتشنج، وبرضه حكمة ال NTLS لازم في البداية يعمل سيجنال حاجة بهم ازاي بقى من خلال حاجة اسمها LDP. طبعا المفروض محدش فاهم NTLS قبل كده، ما نعرفش ال LDP حاجة اسمها Label Distribution Protocol. لقاءنا فيه مع ترتيب المحاضرتين، محاضرة هي السيركت ثم محاضرتين ساكت سويتشين مع فريم سويتشين. ايثرنت اللي هو الفريم سويتشين مش معانا في الكورس ده خالص، ده شغل لاب حتى بص الوحيد ما سبتش كده خالص، يعني كل الكمبيوترات ده كورس سويتشين. ومحاضرة بعد كده ليبل سويتشين، وبعد كده لاب على كله مع بعض، يعني لاب على جزء من الشرط فريم سويتشين، على جزء من الشرط ساكت سويتشين، على جزء من الشرط ليبل سويتشين، ويلا بقى يعني نبعت داتا فروم اند تو اند، وان شاء الله باذن الله ننجح الناس ده يا جماعه ونصوره ويبقى لاب عالمي. يعني انا عايز نوصل للعالميه او العالميتين او العالم ال 800. امال ايه؟ شكلها واحده بس بس كده. وعشان كده ايه لسه هيعمل سيجنال، بعد السيجنال هيطلع بيه انكابسوليت الداتا. اتذكر حتى الانكابسوليشن بتاعه الانكابسوليشن بير كام؟ اثنين ونص. غير اثنين ونص. يبقى راوت يبقى سويتشنج ولا سويتشنج؟ يبقى الاثنين. شفت الموضوع ازاي؟ ماشي بثلاثه او باربعه او بخمسه، هم ليه يا جماعه؟
يا جماعه لما لسه كنت عايز اعمل كورس اسمه احلى الالاشات في عالم الشبكات وانت لسه بتختار كلمه مصر بروتوكول ليه بتمشي. لو عايز تعرف اكتر عن الحاجه دي يبقى تحضر معانا عشان عايزين نتكلم بس عن